في الشوط الإضافي الثاني، 1-1 انتهت النتيجة. الآن الضربة الجزائية أو الركلة الترجيحية الأولى لصالح نادي الشباب وأحمد البريكي، واللاعب أيضا اللي راح ينفذ ركلة الجزاء اللي هو الكيني. يتقدم الكيني وفي المرمى، وأول ركلة ترجيحية لصالح الشباب عن طريق اللاعب الكيني أوسبين، ينجح ويسجل أول ركلة جزاء ترجيحية في شباك نادي صحم، في شباك نادي صحم في نفس الزاوية وضعها، وفي نفس الكرة وفي نفس الاتجاه اللاعب والحارس المتألق أحمد البريكي ذهب إلى الكرة، لكن الكيني أوسبين وضع الكرة في الشباك ليعطي من خلالها الركلة الترجيحية الأولى. الآن الركلة الترجيحية الثانية لنادي صحم، عبد الله الحارثي ومحمد إسماعيل وجها لوجه من خلال ركلة جزائية ثانية، ربما لصالح نادي صحم، فرصة التعديل لنادي صحم، 1-1 في الوقت الإضافي الثاني. الآن فرصة 1-1 من خلال الركلات الترجيحية. محمد إسماعيل مهاجم أو مدافع نادي صحم الذي يتصدى للركلة الترجيحية الأولى، وعبد الله الحارثي وجها لوجه ومحمد إسماعيل في الشباك. محمد إسماعيل إذن في الشباك يسجل أيضا الركلة الترجيحية الأولى لنادي صحم. وحده بوحده والكرة في الشباك، شايفون الكرة بذكاء، بالرغم من أن عبد الله الحارثي حاول في الكرة الماضية، لكن تسديدة محمد إسماعيل القوية سكنت في شباك حارس نادي الشباب. الآن الركلة الترجيحية الثانية لصالح نادي الشباب. الحارس أحمد البريكي وجها لوجه مع لاعب نادي الشباب الذي سيلعب الكرة القادمة، وليد حسين وجها لوجه مع أحمد البريكي القادم الأيمن. الجزائية الثانية لصالح الشباب ضيعها ولد حسين ضيعها، وبالتالي أعطى الفرصة الآن لصالح نادي صحم من أجل التقدم من خلال الركلة الترجيحية الثانية. ضاعت ولكن الحلم باق ولا يزال لنادي الشباب. الآن ركلة ترجيحية ثانية لنادي صحم، الركلة الترجيحية الثانية لنادي صحم من خلالها فرصة للتقدم، من خلالها فرصة أيضا على تنفيذها لاعب نادي صحم اللاعب المغربي عبد المنعم بلامين، وبلامين في الشباك الشبابية. إذا ينجح اللاعب المغربي ويسجل الهدف في الشباك. شايف الكرة في الركلة الترجيحية الثانية على يمين حارس المرمى عبد الله الحارثي، ينجح اللاعب المغربي عبد المنعم بلامين، وبالتالي يسجل الركلة الترجيحية الثانية. الآن الركلة الترجيحية بالنسبة لنادي الشباب، إن تضيع سيبتعد الحلم كثيرا، سيفتقد الحلم، سيذهب الحلم. الآن الركلة الترجيحية وسليم الحسني، سليم الحسني على تنفيذها بالنسبة لنادي الشباب. سليم، هل يكون التنفيذ سليم؟ التألق من أحمد البريكي، التألق من أحمد البريكي، وبالتالي الشباب. والآن الفرصة لصحم، فرصة 3-1، فرصة 3-1 من خلال الركلات الترجيحية. يا سلام على أحمد البريكي اللي واصل التألق، لم يكن محظوظ سليم الحسني في الكرة الماضية. الآن الركلة الجزائية الترجيحية الثالثة لصالح نادي صحم، الركلة الترجيحية الثالثة لصالح نادي صحم. إن سجلت فأعتقد بأن يقترب نادي صحم كثيرا،
ويكون على بعد فقط ركلة جزائية واحدة من أجل التتويج على تنفيذها. سعيد محمد المعمري، والمعمري وجه لوجه مع الحارثي، كرة قوية، والمعمري سعيد حطها ليبعث بالسعادة مرة أخرى للجماهير الصحماوية، وبالتالي 3-1 3-1. الآن الفرصة الأخيرة إن ضاعت مبروك صحم، وإن سجل الأمور تبقى. الآن الركلة الترجيحية الرابعة للشباب.